حبايب قلبي، صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة على عائلتي الكريمة، عائلة أنا حوا وكل مشاهدين شاشة النهار. دمتم يا رب بألف خير، وحشتوني جدا 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 إن أنا معاكم على طول. أروح فين حبايبي وعائلتي الكريمة، عائلة أنا حوا. النهاردة هنتكلم في حاجة مهمة جدا، وأكيد يعني مش عارفينها، ولكن ممكن يكون البعض عارفها، بس انا ما افتكرش ان انا يعني شرحت لكم الموضوع ده قبل كده. طيب خلونا الاول نبدا. اول حاجه الارقام اللي موجوده على الشاشه دي طريقه التواصل بي على الهواء مباشره. عايزين نكلم بسابيسو من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه. طب احنا يا بسابيسو عايزين نحجز كورس العظام قبل ما يخلص. لما بلغت يخلص يجي تقولوا له بقى عايزين انتوا كده الحاجه الحلوه بعد ما تخلص تحبوا بقى ايه تجربوا. فكورس العظام موجود، العرض لسه موجود عليه، قشور السليم او الاسباجول الاثنين واحد على فكره، ده اللي هو التخسيس، لسه العرض برضو موجود عليه من خلال الارقام اللي على الشاشه. طب لو لقينا الارقام مشغوله يا بسابيسو بنبعت على الواتساب نفس الارقام اللي على الشاشه، يعني كل الارقام اللي على الشاشه عليها واتساب، ابعتوا بقى زي ما انتوا عايزين على الواتساب، الفريق الطبي بيرد عليكم على طول، الفريق الخاص بعائله انا حوا وشاشه النهار بيرد عليكم على طول. طيب سريعا، عرض قشور السليم كورس الشهرين عليه 45%، انتوا المفروض الحاجات دي ايه تكتبوها ورايا، عارفين هاجي وقت كده على غفله اسمع لكم. طيب يبقى كده خصم 45% على كورس العظام، وخصم 45% على كورس التخسيس، ده اللي هو ايه؟ لو خدنا كورس الشهرين العظام او كورس شهرين التخسيس هناخد على ده 45% وناخد على ده 45%. بس لا، هناخد بقى اربع كريمات هديه على كورس الشهرين بتاع التخسيس غير ال 45% خصم. وهناخد علبتين جل مساج بخلاصه البيورين. ها ايوه الله، بيعمل ايه البيورين؟ الله اكبر الله اكبر. هتتجوزي اول واحده، بيلقم او بيعمل ريسايكل تجديد للعظام، بس كده لا، ده الجل ده عبقري. ليه؟ عشان خاطر بيحرك الدوره الدمويه في كل اللي موجوده في الجسم، الدوره الدمويه بتتحرك في مفاصل جسمك وفي العضلات في الاوتار بتاعه جسمك والانسجه في كل شيء، عشان كده بقول لكم دايما ادهنوه بالليل. ده كده بناخد اتنين ها مجانا على كورس، دي الهدايا بتاعتكم يا عيله بس عشان تبقوا ايه عارفين، على كورس الشهرين العظام. طب كورس الشهر، كورس الشهر التخسيس الاسباجول او السليم نبته السليم عليه خصم 35% وعلبتين كريم، كريم نحت وشد الجلد، والكريم الثاني تفتيح وترطيب الجسم، ده بناخده هديه على كورس الشهر. وعلى كورس الشهرين في التخسيس بناخد اربعه منهم بقى، اثنين من التفتيح واثنين من نحت وشد الجلد، بتحطوا على الجسم بس. وكورس الشهر بتاع العظام، كورس الشهر 35% خصم وعلبه مساج واحده، وطبعا الشحن مجانا لكل محافظات مصر. طيب نقدر يا بسابيسو نطلب ده منين؟ من الارقام اللي موجوده على الشاشه. طب احنا عايزين نسالك في اسئله كتير من الارقام اللي موجوده برضو على الشاشه او من خلال الواتساب لو لقيتوا الارقام مشغوله. طب في وسائل تواصل تانية طبعا انتوا عارفين صفحتنا، صفحه دايموند وصفحه انا حاوة. صفحه انا حاوة دي معموله عشانكم، يعني ممكن تحجزوا الكورسات من خلالها، لو في سؤال في شرح في اي معلومه فاتتكم قولوا لي على طول وهيتم شرحها في الحال في الحلقه الجايه. يعني نقدر يا بسابيسو كده ان احنا نحجز اي كورس من خلال الصفحه؟ ايوه نقدر، من خلال بس الصفحات اللي انا بظهرها مش اي صفحات تانيه، خدوا بالكم من النقطه دي جدا جدا، صفحه دايموند وصفحه انا حوا، ركزوا دول الصفحتين اللي نقدر من خلالها اي صفحات انا يعني اللي بقول عليها لما بتشوفوني تعرفوا كويس جدا 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 ان هي دي الصفحات اللي من خلالها تقدروا تطلبوا الكورسات من خلالها. في فريق مختص، فريق مختص موجود نفس الشيء، يعني في فريق مختص ده غير الفريق اصلا اللي موجود على الارقام اللي على الشاشه، لا ده في فريق مختص شغلته السوشيال ميديا،
فمشكورا يعني ليل ونهار. تقدروا تبعتوا لهم طريقه الحجز، طبعا انتوا عارفين الاسم، الاسم، الحاله، العنوان بالتفصيل عشان يجيلك على طول بسرعه الى باب البيت. وطبعا الشحن مجانا لكل محافظات مصر، الشحن مجانا لكل محافظات مصر ايا كان الكورس ايه، عشان بس ايه يا عيله تبقوا عارفين حاجتكم. محدش يضحك عليكم، لا احنا من عيلة بسابيس ومحدش يقدر يضحك علينا. طيب تعالوا ناخد مدام هانم اسكندريه. ايوه يا دكتور، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ زي الحمد لله. ازاي حضرتك؟ انا بخير والله، طول ما انت بخير. الله يخليكي. انا بصراحه المنتجات بتاعتك رائعه. الله يخليكي. اكتر من رائعه كمان، انا اخده جميع المنتجات بتاعت حضرتك والله، يعني اخده التخسيس خدته والحمد لله. انا هدومي بقت خلاص واسعه عليا خالص، ما كنتش كتير كمان يعني. ما شاء الله. واخده التورويد خلاني انا سمره، خلاني فتحني ما شاء الله، فرحتيني والله. واخده لاخويا كان عنده كرش قد كده الحمد لله برضه نزل كتير. كله بالمقاسات باينه كتير قوي في المقاسات. طبعا يبان. وبقى ما اشكرلكيش في بتاع المنتج الشعر رائع، والغسول ما شاء الله ما شاء يعني الله. يعني كل منتجاتك الله يبارك فيكي. الحمد لله الحمد لله. بس ليا شكوى بقى لحضرتك. قولي لي. طبعا انا طلبت ده كمان زياده، انا يمكن طالبه يمكن اكتر من 5 تولرايد واكتر من 7 التخسيس. فانا طلبت زياده، قلت زياده عندي كمان يعني، انا عندي وعندي، قلت زياده لان انا بصراحه معجبه بالمنتج يا روح قلبي. فطلبت ترولايد العلبه كامله زائد اللوشن زياده. يعني انت طلبتي علبه ترولايد وقلت لهم عايزه لوشن تاني وعايزه اللوشن زياده عليهم. اوكي ماشي. وكنت طالبه مجموعه التخسيس اللي هو الشهرين. الشهرين ايوه. جالي الشهرين وجالي علبه الترولايد، شايلين لي السيرم وحاطين لي اللوشن. هما ممكن يكونوا افتكروا كده. لا يعني... وبعدين جايبين لي المنتج الزياده زيت شعر. جابوا لك زيت شعر؟ جابوا لي زيت شعر بدل اللي هو يحطوا لي اللوشن وشالوه، حطوا لي اللوشن وجابوا لي زيت شعر وشالوا لي السيرم من العلبه. طب ليه ما كلمتيش الفريق تاني؟ كلمت الفريق. انا بقول لحضرتك من يوم 26 انا داخله بشهر على الموضوع دوت. من يوم 26 ما جاني المنتج انا اشتكيت على طول، وودوني حتى للشكاوي وودوني والفريق الطبي، يمكن كلمت معظمه، يمكن دكتور كذا دكتور. انت كده عايزه كده السيرم. انا عايزه دلوقتي السيرم بدل زيت الشعر عشان عندي انا عندي زيت شعر زياده، انا جايبه مجموعتين زياده. بالظبط. هما ممكن. وبعدين السيرم انا بستعمله وقفوا لي دلوقتي داخله، انا كنت يعني ماشي عليه على وشي، فانا وقفوا لي دلوقتي الفتره دي كلها السيرم. والله انا مبسوطه ان كم الكورسات اللي حضرتك جبتيها دي، ولا وبقى اللي هو ده عامله مشاكل بقى، ده انا جالي السيرم ما جاليش وجالي مش عارف ايه. لا ده انا والله داخله في شهر يا دكتوره على الموضوع ده، داخله في شهر، وكل يكلمني هحله وما حدش بيحل، ودوني للشكاوي. والله حضرتك كلمتك من الشكاوي اقول لك اسامي كتير من يعني حتى بتعمد ان انا اقول له اسم حضرتك ايه عشان اعرف اللي كلمته. تمام. حضرتك من اسكندريه؟ اسكندريه. جامعه الفلاح. مشكله النهارده. نعم النهارده هيتحل. الله يخليك. بكره بامر الله، بامر الله اذا احيانا ربنا السيرام هيكون عندك. الله يخليك يا دكتوره، واحنا متشكرين على اللي انت بتعملي معانا بصراحه حبيبتي. على الزيت برضو هيكون، والزيت يفضل عندك مش هيرجع. نعم والزيت كمان هيفضل عندك مش هيرجع. الف شكر الف شكر حبيبتي، ألف شكر، متشكرة قوي قوي قوي. الله يخليكي حبيبتي. ما يحرمناش منك، ويخليكي يا رب كده ويديك الصحة ويخليك مامتك يا رب. الله يخليكي يا حبيبة قلبي، زي ما أنا قلت لك إن شاء الله ده هيحصل ده. الله يخليك يا دكتورة. الله يخليك يا دكتورة. حبيبة قلبي أنا مبسوطة إن الكورسات عجباكي جدا، وإن حضرتك خسيتي، وجوزها ما شاء الله كان عنده كرش، فأهم حاجة خلصنا من الكرش ده عشان مقاومة الأنسولين. متشكرة جدا جدا مدام هانم اسكندريه. هانم لازم تتعامل معامله بشوات ان شاء الله بامر الله. بفكريني يا لولو، لوشن والزيت اللي خدته خلاص هديه.
بعمل نجمة عشان خاطر ما انساش. ماشي. طيب انتوا سمعتوا طبعا المكالمة. عايزة اقول لكم حاجة، كل اما تلاقوا في ضغط جامد احنا بننجح. دايما ماما تعلمني النقطة دي، الله يا ماما ده الفريق مطلع عيني وبتاع، تقول لي ليه ليه يا حبيبتي ومش عارفه ايه، بقول لها بيبعتوا كذا وبيكتبوا مثلا، ممكن يغلطوا في حاجه، حد طالب لوشه ممكن يعملوا كذا، ممكن تقول لي ده نجاح، بقول لها ازاي، بتقول لي من كم الاتصالات وطلب بسم الله ما شاء الله اللهم بارك المنتجات، فبداوا ها يتلخبطوا، مش كلهم طبعا، وماني ما شاء الله عليهم يعني بسم الله ما شاء الله 70% منهم قمة الذكاء. هيقولوا لي دلوقتي احنا اغبياء بس مفيش ولا ايه؟ لا، ففي مشاكل بقى بتيجي من الشحن للاسف، يعني الفريق بيبقى موصل لهم كل حاجه على بريفكس على المفتاح، يجي هو في الشحن يلخبط البتاع، يلخبط يعني مثلا بيديله فاتوره فلان دي بتاعت مثلا مدام هاني من اسكندريه طالبه كذا كذا كذا، يقوم مبدل وتلاقي نفسه مدي مدام هانم لام محسن وفاتوره ام محسن لمدام هاني، فاهمين قصدي؟ فدي بقى ليه؟ الحمد لله والشكر لله لكثره الطلب، او لكثره الطلب طبعا كورسات اللهم بارك، وعشان العيله كبرت، عائله بسابيسو، عائلة بسمة الملة كبرت، عائلة أنا حواء كبرت، أيا كانت إيه، أيا كانت الاسم إيه، المهم إن إحنا العيلة كبرت. والنبي لا أعمل بيكوا صور، أي حد ينزعني رنة تجولي على طول يا عيلة، وأنا برضو الدنيا رنة هجيلكم متقلقوش. طيب تعالوا ناخد مين يا شباب؟ أم محمد من العاشر من رمضان. السلام عليكم. أم حمادة. أم محمد. ما بدلعهولك الله. حبيبتي عين. حبيبتي. ازيك يا دكتور؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ انا بخير طول ما انت بخير وحماده بخير. الحمد لله، انت عامله ايه واخبارك ايه؟ الحمد لله والله. الحمد لله، انا خدت طلبت لما شفت حضرتك، بصراحه انا بتابعك على طول يعني. يا الله يخليكي والله. طبعا لما شفت الكورسيات وكده فانا طلبت الكورسيات يوم 10، خدت يوم 10 11. يوم 10 11 11 حلو جدا الحمد لله، يعني ما كنتش بقدر امشي بصراحه، وكنت اقدر اقدم مصلحه يعني، يمكن كنت اروع في المكان في مرتين ثلاثه، فالحمد لله يعني. خدتي ايه؟ خدتي ايه يا ام محمد؟ خدتي انهي كورس؟ خدتي كورسين الشهر اللي هو التخسيس. التخسيس اللي هو كورس الشهرين. كورس الشهرين. والحمد لله يعني نحمد الله ونشكر فضل. مقاساتك اخبارها ايه؟ هو عامه انا وزني اساسا كان 100 كيلو. نزلتي كام كيلو؟ انا يعني وزني هو 100 كيلو، بس انا حاسه ان انا ما كنتش بقدر امشي، يعني المشي ده ما كنتش بقدر امشي، ما كنتش بقدر اقف اطبخ، يعني مش للدرجه اللي هي يعني. بس الوقت الحمد لله احمد الله واشكر فضله، فوقفت على ميزان لقيت نفسي خسيت 2 كيلو ونص، وميزان طلعني زي ما انا قلت، لا خلاص خلي الميزان ايه مركون على جنب، اهم شيء ان انا مشيت واتحركت. بالظبط كده. اهم شيء انا مشيت واتحركت، انا كنت بقدر امشي يعني بالطريقه اللي انا ماشيه بها الحمد لله. الحمد لله. وهي المشي والحركه دي يعني لا ما كنتش بقدر، انا ما كنتش بقدر اتحرك يعني، كنت تعبانه قوي. وعلى فكره ده انا اساسا انا عندي فقرات وعندي خشونه في رجليا يعني، كانت تعبانه قوي. وعندي الغده. وعندك الغده؟ الغده. فانا كنت شايلاها، فطبعا شايلاها اصلا. تاخدي طبعا اكيد كانوا بيديكوا طبعا هرمونات تعويضيه. تعويضيه طبعا، العلاج بتاعها مش لاقيينه الاساسي يعني، الاساس اللي احنا كنا بناخده الاول. فاحنا بناخد الوقت بديل. البديل، فطبعا مهما كان البديل مش هيمكن زي الايه الاولاني. لا 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 اصلا خشونة. بص عليك على حاجه، عموما مشاكل الغده ان احنا شايلينها او مش شايلينها، هو بيحل مكانها على طول قشور السليم، كورس التخسيس. عشان عشان السليم اللي موجود فيه واليود. فاهماني؟ ما عشان كده ما شاء الله انت ما عندكيش الغده انت شايلاها، وحاسه بحركه وحاسه نزلتي في الوزن. وعلى فكره انت هتكوني نازله في الوزن جامد جدا كمان، سيبك من الميزان. انا سمعت حضرتك بصراحه، انا مؤاخذه اللي في رجليا خست خالص الحمد لله، وايديا ووشي
ولا وقفت وقفت الحمد لله، يعني بدليل ان ما كنتش اقدر اشفي البطن يعني الحمد لله. الحمد تمام لله. والله. فانا بعرف ان الدهون نزلت كده يبقى الحمد لله، يعني نحمد الله ونشكر فضل. والله فرحتيني. الله يخليك. والله تمام والله، الله يبارك لك ويصلح حالك يا رب العالمين، وكل من حقه ونصيبك الناس بتدعي لك يعني كلها يا رب. امين يا رب. انا ما كنتش بقدر اقف بصراحه يعني، ولا اقدر ان انا اسافر مشوار كده واكافئ وامشي فيه. بنمشي بقى عادي وننزل بقى السوق وكده. بنزل بنزل الحمد لله الحمد لله. جيبي بقى حاجتك والنهارده طبعا تنزلي السوق. امتى؟ نازله والله والله نازله، تبقى مستنيه حضرتك. هتجيبي ايه بقى؟ هاتي لي النبي 2 كيلو بطاطا مش لاقيينها عندنا. عينيا عينيا واشويها لك وشيح حالي. بس البطاطا جميله جدا بقى وشوها بتبقى حلوه، ما نكترش منها عشان برضه فيها سكريات. ماشي يا حبيبه قلبي. تقوليني باي حاجه تاني؟ انا طالبه دلوقتي شهر واحد بس الكورس اللي هو العظام وشهر العظام. عايزه لازم بقى العظام ده بصي ان شاء الله. انا الحمد لله والشكر لله عمري ما هخيب املكم في اي شيء ان شاء الله ان شاء الله. فان شاء الله دلوقتي زي ما انا هنا عشان خاطر كل الناس هتبقى بصحه كويسه إن شاء الله. وندي ثقه بقى. لا لسه في ناس كويسه. لا طبعا اهم شيء الثقه يا دكتور، اهم شيء الثقه والراحه النفسيه. وطبعا انا حاسه شايفه الناس كلها مرتاحه. انا بستمعك من زمان والله، من زمان قوي، وبحس استمعك. انا اهم شيء ان انا اقعد قدامك واستمع. يا روح قلبي. والله وانا قلت رحت طالبه الكرسي بقى. يا روح قلبي يا روح قلبي. حبيبتي شرفتيني والله. ولسه ما تجربي بقى كورس العظام، قولي لي اخبار بقى المفاصل والركب. ان شاء الله يا دكتوره، وبعديها نبقى نطلب ان شاء الله حاجات كده للعروسه وكده. ان شاء الله يا روح قلبي. شكرا جدا ام محمد من العاشر من رمضان. شكرا جدا والله العظيم على الحب ده، شكرا على الثقة، لأن نادر قوي إن أنتوا تلاقوا الثقة دي موجودة يعني، فدي حاجة من عند ربنا الحمد لله والشكر لله. وده عوض 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 من عند ربنا ودعواتكم. طيب حبايبي مستنية اتصالاتكم، مستنية رسايلكم من خلال الأرقام اللي على الشاشة. لو الأرقام مشغولة تقدروا تبعتوا على الواتساب على طول. هنطلع فاصل نرجع تاني، يلا بينا. حبايبي اهلا بيكم، رجعت لكم. رجعت لنا هتعمل لنا ايه يعني؟ مستنيه اتصالاتكم ورسائلكم من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه. حبايبي ما تنسوش كورس العظام، كورس الشهرين 45% خصم عشان تبقوا عارفين حاجتكم. الشحن مجانا لكل محافظات مصر. ملكوش دعوه باي كورسات، لان بيتم دلوقتي تقليد الكورسات دي وبيتم بيعها باسمي، فيا ريت تاخدوا بس ايه بالكم من النقطه دي حبايبي. يبقى كده كورس العظام 45%، بناخد عليه علبتين جل مساج. الجل ده ما تستهونوش بيه عشان ده خطير، بندهنه كل يوم بالليل على كل الاماكن اللي وجعاكي او اللي وجعاك او اللي وجع ابنك او بنتك، ها، واللي مش وجعاه، لانه بيعمل حمايه للعظام والمفاصل بتاعه الجسم. طيب وكورس الشهر بتاع العظام عليه برضو خصم بس 35% وعلبه مساج هدايه. ادي كورس العظام والشحن مجانا. اي كورس الشحن مجانا على طول لكل محافظات مصر. كورس قشور السيليم او الاسباجول، الاثنين نفس النبته بس دي بالبلدي كده، دي من ام تانية ودي من وده من اب تاني. المهم يعني هبشرح لكم قشور الاسباجول. قشور السيليم نفس الشيء الخصم، كورس الشهرين 45% واربع علب كريمات هديه، علبتين من كريم النحت وشد الجلد اللي هو بيبقى لونه برتقاني، واثنين من اللي لونهم ازرق، دول تفتيح وترطيب الجسم وريحته خطيره. تي بقى كده ايه بعد ما تاخدي الدش اللي هو الازرق اللي بيجي هديه مع كورس التخسيس، بيرطب بيفتح بيشيل العلامات اللي في جسمك والبقع اللي في جسمك، الزوايد الجلديه تدهني عليها، وفي نفس الوقت ريحته خطيره وبتقعد في الجسم على فكره يوم واثنين بصراحه، بتقعد لا بتقعد في الجسم وريحته حلوه. جوزك هيحبك بس ما تديهوش لجوزك. هيشوف نفسه عليكي وريحته بقى تبقى حلوه كده وجميله وينزل الشارع، فانت حره هيتجوز عليكي. بس ده مش بسبب يعني، مش دعوه، بسبب الكريم بقى الهديه. طيب السيليكا
انا مره قلت لكم حاجه عن السيليكا. بصوا، في عالم كبير قوي قوي دايما بحب الدراسات بتاعته، وهو القديس جونز، الف رحمه ونور عليه بقى، انا مش عارفه عايش ولا ميت بصراحه، بس يعني الرحمه تجوز على الحي والميت. القديس جونز قال عباره حلوه جدا جدا، قال على عشبه او نبته او مركب، ما علينا، هي كعشبه وبعد كده بتبقى بعد كده في الجسم، لما بتدخل الجسم اي عشبه او اي نبات بتبقى مركب على طول، بتتحول الى مركب، مالناش دعوه بالكيميكا دلوقتي. قال ان السيليكا لا جوع مع السيليكا، واحد. قال ايه تاني؟ قال لا هشاشه العظام، مشاكل يعني هشاشه العظام، خشونة المفاصل، مشاكل الفقرات، مشاكل انزلاق الغضروفي، مشاكل التهاب الأعصاب، لا ما يعني بمعنى مفيش جوع، يعني شهيتي مسدودة طول ما أنا داخل أمعاء جسمي موجود السيليكا، نبتة السيليكا. وإيه تاني؟ بس كده لا، هشاشة العظام ها بتتعالج بالسيليكا بس كده، لا أي مشاكل في المفاصل بس كده، لا برضو. قالك بيتحسن البشرة بصورة كبيرة جدا. الله يكرمك يا قديس جونز، الكلام ده قاله في 92 تقريبا، أو في 92 لما عملوا اختبارات على السيليكا لقوها مادة خطيرة جدا، مركب خاطئ ممتاز ممتاز. وهو مميزاته كده، يعني هو ايه يعني على طول جه في مؤتمر او في ايفنت كده، في ايفنت مؤتمر وقالوا له، وخد بيست سيلر عليه ثلاث مرات، ثلاث جوائز عالمية ثلاث مرات، قالوا له احنا عايزين نعرف السيليكا، السيليكا قال لهم ده عامل زي الاكسجين، اكسجين داخل الجسم، العظام اي مشاكل العظام بتتجدد فورا بوجود السيليكا، تمام؟ ليه؟ لانه في المكان ده اللي فيه مشكله في العظام بيتدفق فيها جامد الاكسجين، فالموضوع بيتحل على طول. لقى ان الاكسجين بيروح يمتد داخل انسجه الخلايا بتاعه البشره، فالدوره الدمويه تشتغل على طول، والمخ شغال على طول، فالصداع اللي بيجي لنا يروح، شعرنا اللي بيقع او الشعر الرقيق اللي هو بيبقى شعر رفيع، شعر خفيف قوي قوي، ده اصلا بيتسمى شعر في العلم، يعني بيسموه شعر رفيع او شعر اللي هو الشعر الخفيف ده، لا غير ده. دايما لما تيجوا كده تمسكوا الشعره بتاعتك تلاقيها رفيعه، وفي شعره تانية تمسكيها كده تلاقيها تخينه، دي كده بتعرفي ان انت كده عندك مشكله. في ايه بقى؟ في نقص السيليكا. اوبا، لان السيليكا بتجيب يعني بتظبط شعرك من تحت بقى لفوق، من داخل يعني فروه الراس من الداخل. ليه؟ عشان في اكسجين، اكسجين دم، مع الدم ايه اللي بيحصل؟ دوره دمويه، انا محتاجه دوره دمويه تدخل في كل جسمي، انحاء جسمي، كل حاجه هتشتغل، الكبد هيشتغل، الكلى هتشتغل، البنكرياس هيشتغل، القلب هيشتغل، الصداع اللي بيجي لك هيروح، مشاكل العظام خلاص مع انتظامنا على مركب السيليكا، اكسجين حي من عند ربنا داخل جسمي. مش انتوا بتسمعوا الحاجات اللي هم بيقولوا عليها العلاج بالاكسجين والكلام ده؟ السيليكا، هي السيليكا، السيليكا اللي تبقى موجوده في الحقن دي، موجوده في الاسباجول، موجوده في كورس التخسيس يعني كشور السيليوم، وموجوده في العظام، لازم تكون موجوده في العظام، موجوده في كورس التخسيس عشان بتسد الشهيه وبتحسن البشره ها، وبتتخن الشعر، يعني بتتقل الشعرايه، ده بالمفهوم الكيميائي يعني زي ما بيقولوا. بس لا، اي حد مع تقدم العمر بيحصل شيخوخه وتجاعيد و او ممكن حد عادي يجيله تجاعيد ولسه صغير في السن بسبب النكد، او النبي اختي جوزي النكد عليا على طول، فوشي ايه بقى فيه شحوب وعجزت بدري 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 من الزعل والحزن.
وحماتي منكده عليا، السيليكا بتجدد خلايا وانسجه البشره، عشان كده لازم تكون موجوده في كورس التخسيس وموجوده في كورس العظام. ليه؟ ما هي اللي بتعمل تجديد للعظام والمفاصل، عشان بتحقن الاماكن دي ها بالاكسجين. السيليكا لا تنسوها، السيليكا بتعالج المشاكل اللي موجوده داخل الجسم بالاكسجين. تخيلوا بقى الاكسجين داخل الجسم، داخل الجسم بيعمل ايه؟ واكيد انتوا سمعتوا الحاجات دي كتير قوي، ان الاكسجين، الحقن بالاكسجين والعلاج بالاكسجين هو عن طريق السيليكا. موجوده عادي اهو، العشبه في كبسوله، سعرها عادي جدا جدا جدا، بدل ما اروح ايه اخدها في جاكا وادفع لي الافات الافات مؤلفه. شفتوا وفرت لكم، هاتوا بقى 20 جنيه. ماشي خلاص، تعالوا ناخد الحاجه هدى. ايوه حبيبتي مدينه نصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاجه هدى؟ بسبوسه حواء. انت بسبوسه حواء يا روح قلبي. مش بسبوسه لوحدك وحواء لوحدك، لا، انت بسبوسه حواء اللي بياكلوها حواء كلهم. يا روح قلبي يا روح قلبي. اه والله استواحتك زي العسل، صباح وجميله وبشوشه، واحنا بنشكر الام اللي جابت لنا البسبوسه دي. الله يخليكي والله. ربنا يحفظها لك ويخليها لك ويخليكي ليها ويحفظك يا بنتي. الله يخليكي والله ويخليكي ليا والله، يعني كل سنه وانت طيبه الاول. وانت طيبه وبخير يا حبيبه قلبي وكل انا 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 بحيي القناه كلها، وبحيي المعدة الجميله اللي اسمها الهام، ست جميله قوي ولذيذه ومحترمه وذوق وكلها شياكه، وانت كلك شياكه. الحمد يعني لله. انتوا قصت ما شاء الله عليك. الحمد لله عليك. الحمد لله الحمد كل لله والله. طيبين يا حبيبتي كلكم. وانت طيبه يا حبيبه قلبي. ده انت مدينه نصر بقى، ده انت جنبنا. الله يخليك. ايوه النهارده جنبكم في مدينه نصر. ايه ده انت اصلا جايه زياره ولا ايه؟ جايه زياره عند اختي الصغيره وعايزه طب سلمي لي عليها بقى. الله يسلمك، هي لسه داخله، هي لسه صاحيه من النوم دلوقتي. حبيبتي ربنا يخليكم لبعض. يا رب يسلمك من كل وحش يا رب وراضي. يا رب ربنا يخليكم لبعض. الله يخليك يا حبيبتي. بصي يا غالي، عزماكي على الغدا بقى ولا ايه؟ هي والله احنا انت عارفه مشاغل الحياه ما بنشوفش بعض غير كل فتره كده، يعني هي الله يعينها على اللي هي فيه واولادها وكده. وانا قاعده في القليوبيه بقى، يعني انت من القليوبيه يعني؟ انا قاعده في القليوبيه، عايشه في القليوبيه. حبيبتي دايما يا رب كده يكون في صله رحم ويخليك لاختك يا رب، يخليكوا لبعض. امين يا رب العالمين. بصي يا ست الكل، قولي لي، أنا ماشية في ال 62 سنة، أنا 8/12 62 سنة، يعني إيه يعتبر أنا دلوقتي 61 وشهر، تمام؟ صغننة أنا والله العظيم صغيرة. أنا ما جبتش أولاد على فكرة. ما أنا ما جبتش أولاد، ما خلفتش، سقطت كذا مرة وما جبتش أولاد. عندي السمنة اللي هي السمنة الموضعية اللي هي بعد السقط دي بتحصل، يعني بعد ما بنكبر بقى وكده، اللي هي تحت البطن يعني، تمام؟ تمام. دي ما بتتحركش، دي بتبقى سمنة موضعية مع الدهون العنيدة. بالظبط كده. بالظبط كده. جسمي الرجل من تحت مظبوطة. الجناب مظبوطة، هي المشكلة في الجزء الفوقاني، البطن والدراعات وكده. تمام. انت وزنك كام؟ وزنك كام يا حاجة هدى؟ ايوه يا حبيبتي معاكي. وزنك كام؟ 100؟ انا وزنت نفسي من فترة كده من حوالي شهرين، كنت 95. طب طولك، عارفة طولك كام؟ 163. 163؟ عندي الحرق كويس. انت عايزه تكسري رقم، بس يعني عندي نقص في الميه. نقص في الميه؟ لكن الحرق عندي كويس. بتشربيش ميه كويس ولا ايه؟ بشرب بس مش بالقطره يعني، فاهمه؟ عرفتي منين انت عندك نقص ميه؟ انا رحت عملت ميزان كامل بقى، اللي هو ايه بيديك الدهون وبيديك اللي هو الانبادي ده. البادي. تمام. بصي اقول لك على حاجه، هو عامة الكورس هيخليكي تشربي ميه، فلو ما تروحي تعملي تاني تقيسي وزنك على الجهاز ده هتلاقي الميه ما شاء الله مرفوعه للصين.
فعلا؟ اه طبعا، بعدين الميه دي ده اساس الحياه، ده هي اساس الكلى. تخيلي انت عندك حاجه في جسمك بتقول لك انا براضيكي وبشيل لك السموم اللي في جسمك وبعمل كل الحاجات اللي انت عايزاها، بس انت ما بتدينيش الاكل والغذاء بتاعي، فانا هنام في الخط وهخلي بقى السموم اللي في جسمك دي تخش على الدم، دي الكلى. فالكلى عايزه ميه. فهمتي؟ فانا هديكي ميه يا كلى قصاد ايه؟ ان انا تنظفي لي وتغسلي دوما الجسم من السموم اللي موجوده فيها وتنزل عن طريق البول. سهل. تمام. في بقى هنا ايه، الركبه اليمين كان حصل فيها من فتره تمزق اربطه، بس الحمد لله كنت في السعوديه، كنت بشتغل في السعوديه ما شاء الله. في دكتور مصري الله يكرمه حط لي حقن، عمل لي حقن فيها. عايزه اقول لك من كام سنه، شوفي كام سنه، الحمد لله ما حصلهاش اي حاجه. الحمد لله. الحمد لله. وعندي الجنب الشمال، جنب الركبه الشمال دي فيها شويه خشونه، انا ما بيحصليش طقطقه ولا الكلام ده. بس في الجنب الشمال بتاع ملتهبه كده، بتحس في التهاب طب او احمرار؟ لا ما عنديش اي، بصي ما فيش اي الم، ما فيش اي الم، بس اللي بيحصل ايه بقى؟ اللي هو شويه عرق نفسي حاجه في الفقره الرابعه والخامسه تقريبا. قالوا لك في حاجه في الفقره الرابعه والخامسه؟ على خفيف قوي. على خفيف، طب الحمد لله، عشان خاطر لو كان على تقيل قوي هنخش في انزلاق غضروفي بعد الشر طبعا عليك. لا الحمد لله بفضل الله. انا برضو الى حد ما نشيطه، يعني ربنا مديني ايه يعني شات عافيه نشيطه، وانا زمان كنت رياضيه. ما شاء الله ما شاء الله. على فكره انا كنت بشتغل في التجميل، انا اصلا كنت كوافيره. ما شاء الله. سافرت بره كتير يعني، فالنشاط موجود الحمد لله، الحيويه الحمد لله. هقول لك على حاجه، شفتي لما بتقولي في حقنت في ركبتي دكتوري، دكتور كان دكتور عظام صح؟ ايوه. حسيتي بايه؟ براحه وكده صح؟ الله، انا عايزه اقول لك كنت بصلي العصر، جيت اقوم وانا راكعه رجلي طقت واحمرت. شالوني من على سجادة الصلاة على عنده على طول، قال لي مشيت من عنده على رجلي. قال لك الحقن دي ايه؟ اهو بقول لك، شالوني ودوني ليه، اداني الحقنة خدت من عنده ماشي على رجلي. يعني ما عرفتيش مثلا الحقنة دي جواها ايه، داخلها ايه؟ لا ما اعرفش، هل هي كورتيزون ولا مسكن ولا ما اعرفش. لا ما انت بتقولي بقى لك سنين الدنيا فل. لا ده اللي يعني الجديد دلوقتي اللي هو العلاج بالاكسجين، ده اللي انا كنت بتكلم عنه. انا بقى كنت عايزه اسالك على علاج الاكسجين، عندي اختي الصغيره ديت اللي انا عندها دلوقتي. ما انا كنت بتكلم عنه دلوقتي، هم بيعالجوا الاكسجين عن طريق السلكه. ايوه انا اتفرجت على البرنامج ده اول امبارح. تمام، دكتور كان بيتكلم على الاكسجين، دلوقتي هي عندها السكر. واسنانها مهزوزه خالص. سكر ايه؟ نوع ايه؟ تاخد برشام ولا انسولين؟ بتاخد برشام. لا السكر الثاني. السكر الثاني. تمام. وبرده عند حكم الجزء الفؤادي ده تخين عندها برده، بطنها وكده لو خست السكر الثاني هيروح خالص. عشان خاطر طبعا السكر الثاني بيتعالج، ده مش كلامي، ده كل الاطباء بيقولوا كده. هي مش مصدقاني ده كل الاطباء. ازاي يعني مش مصدقاني ولا مصدقاكي؟ طب كل ده تخش تعمل سيرش على جوجل هتلاقي كل الاطباء نفس الكلام. بقول لها نخس اكسجين داخل جسمنا، نخس اكسجين داخل جسمنا، السكر النوع الثاني خلص كده على طول. السيليكا اللي بتكلم عنها موجوده في كورس التخسيس وموجوده في كورس العظام، عشان السيليكا دي عباره عن اكسجين، دي اللي بتبقى موجوده في الحقن. لا انا جبتها لكم بقى موجوده في الكورس، يعني مش محتاجين ان احنا نحقن جسمنا بالاكسجين. ايوه كويس. هم اصلا بيبقوا حاطين فيها السيليكا اصلا، فانا يعني هي موجوده معانا. الكورس مناسب ليها برضو. طبعا طبعا. هي اصغر مني بثمان سنين، يعني مش داخله على الستينيات برضو يعني. مش فارق معايا السن، انما هو امن تماما ليها وامن تماما لحضرتك مع كرسي العظام كمان. تمام. عشان يعني كرسي العظام فيه السيليكا، فده اللي هيدخل داخل جسمها الاكسجين، مجرد ما بناخده نلتزم عليه فبيروح يشوف ايه الاماكن اللي محتاج فيها اكسجين ودوره دمويه بيروح عندها. بصي يا بسبوسه صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ايه افضل الصلاه والسلام. انا مره جبت العلبه اللي هي فيها اكتر من 13 فيتامين. ماشي. تمام؟
انا خدت حبايه عايزه اقول لك، ولا عرفت انام ولا عرفت اقوم ولا عرفت اقعد، ولا عمل لي حاله اضطراب وعمل لي ضربات في قلبي. ده كان ايه فيتامين ده؟ اللي هو الاصفر اللي هو 13 نوع فيتامين. ماشي اوكي. ده جبتيه من بره؟ لا من على التلفزيون والله، بس مش من عندكم. اه من التلفزيون، من حد تاني. اه العلبة لحد عندي في القليوبية، خدت منها حباية. حصل لي اضطراب غريب الشكل، أنا لما بجرب حاجة وبضطرب فيها ما ببقاش مرتاحة فبوقفها على طول. لا ده ما فيش الكلام ده، عشان اللي انت خدتيه ده بيلعب على أجهزة المخ، النواقل العصبية اللي موجودة في المخ، فيحصل اضطراب. اه وما زال بيجي في التلفزيون. شحبت العلبة لشاب اديتها له، قلت له خد أنا ما، وهو ارتاح لها قوي سبحان الله. ما لان لازم الكرسي يكون مناسب لكل الاعمار. بالظبط كده. بالظبط. لا انا بنصحك بيه، مفيش اي اضطراب نهائي. تمام. من اول يوم هتاخدي فيه وبيقولي لي ساعتها. كنت عايزه اقول ده انت هتنامي نوم عميق، ولو وبعدين كده بيعالج مشاكل الجهاز الهضمي. قولي لي تأمريني باي حاجه تانية حبيبه قلبي. كنت عايزة أقول لحضرتك إيه ونسيت. نسيت. بسم الله الرحمن الرحيم. تفكري وترجعي. هقول لحضرتك دلوقتي، إحنا داخل إن شاء الله علينا رمضان، علينا وعليك بالخير. أمين يا رب على الأمة المصرية كلها والإسلام. دلوقتي طبعا هيبقى في صيام مع العلاج دوت، تمام؟ هيتاخد مثلا مع السحور أو كده. تمام؟ هل ده ما فيهوش اي مشاكل مع الصيام، هبوط حاجه كده خالص؟ ما يعملش اي مضاعفات يعني مع الصيام خالص. والدتي بتاخده وبتصوم اثنين وخميس، مش بس كده، ربع او نص عائله انا حواء وعائله بسابيسو كلموني قبل كده قالوا لي يا بسابيسو احنا الكرسي عندنا في البيت، بس احنا مش عارفه بنصوم اللي هو الايام البيض والاثنين والخميس. أيوة والحاجات. أيوة دي. نعم. عادي طبيعي مفيش مشكله. طول مفيش مشكله خالص، بالعكس ده هيديكوا حتى طاقه وانتوا صايمين. طيب على خير. فدي ما تقلقيش حبيبه. طيب. قلبي مع كبر سني ممكن ينزلني الشهر قد ايه؟ اوعي دايما لو فكرتي في قصه هينزلني قد ايه، خلي بالك الجسم مش عبيط. لو فكرتي كده هيجي لك لخبطه هرمونات ومش هتنزلي اللي انت عايزاه. تمام. عايزه تعرفي بتنزلي ازاي؟ من خلال لبسك. سيبك من الميزان، شوفي حاجه عندك ضيقه. سيبنا لكم اللبس انتوا بقى، ما شاء الله. فين؟ انا بيمينش اللبس والله خالص. انا احب اكون، انا طول حياتي كنت الشياكه كلها واللبس كله واللبس الشتوي جميل كل حاجه. الحمد لله الحمد لله، اهم شيء بس صحتنا تبقى كويسه. اهم حاجه والله الصحه. طبعا. والله ورضا ربنا الحمد لله. انا سعيده ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله اكلم الاستاذ عندكم الفريق. وما تنسيش ان هم عليهم خصومات والشحن مجاني. انا عارفه 45. بالظبط. بالظبط. ربنا ما يحرمني منك ولا من حلوياتك يا بنزنيسي. حبيبه قلبي متشكره جدا. مع السلامة حبيبتي. سلام. مع السلامة. متشكرة جدا متشكرة جدا جدا جدا. الحاجة هدى سألتني، شوف هي بالصدفة بتقول ان هي حقنت في الركبة، فهي قالت لي انا مش عارفة ده ايه، فده زي ده الحقن بالاكسجين يعني. اهو السيليكا موجود في العظام، موجود في كرسي التخسيس، وارخص واوفر. بس مش هتكلم تاني حبايبي، مستنيه اتصالاتكم ورسايلكم من خلال الارقام اللي على الشاشه، والفريق نفس الشيء تقدروا تكلموهم من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه. هنطلع فاصل او تروحوا في حته ونرجع تاني، يلا بينا.
والتقصف يروح، ما فيش الكلام ده، لا هو بتقله جدا جدا، دي من تجارب الناس. تمام، البشره بتبقى نور نضره، ها حد يشوفك يقولك الله انت وشك منور، وشك منور زي الفل، بلوره يا اختي، ويحسدوكي، تنامي تصحي تلاقي نفسك عيانه. طيب، وغير ان هو بيعالج الهالات السوداء، الله مش السيليكا، اكسجين، اكسجين يعني في دم، الدم محمل بالاكسجين النظيف بتاع ربنا، بيروح عند الشعيرات الدمويه اللي تحت العين، يتدفق الدم فالسواد بيروح فورا. العظم نفس الشيء، عشان كده بقول له ادي لاولادكم اللي بيلعبوا العاب رياضيه عشان تحموا عظمهم حتى لو ما عندهمش مشاكل في العظم. طيب، السيليكا موجوده في كشور السليم يا بسابيسو، وفي يعني موجوده في كرسي التخسيس وموجوده في كرسي العظام. اه طبعا طبعا، ليه؟ اكسجين، اكسجين دم محمل باكسجين طبيعي رباني، في كل المواد الفعاله اللي انا محتاجاها لعظمك والعظم ابنك لعظم جوزك، وامن لكل اعمار السن، او اي مشاكل او اي امراض من عين ما فيش في اي مشكله تماما. ده في ب 12 ومركب الصيامين وب وكالسيوم ومغنيسيوم وفيتامين سي، هنحتاج ايه تاني من الدنيا؟ ها، والجينكو، عشبه الجينكو، فاهميني؟ فالحمد لله والشكر لله، انت مش هتحتاجي فيتامينات او اي حاجه من بره، لا انت بتخسي بصوره كويسه، البطن بتنزل، اخر حاجه لازم استمرار. العظام بسم الله ما شاء الله، كل دلوقتي اللي ماشيين عليه شايفين نتيجه خطيره، اهم حاجه الاستمرار، وناخد كل حاجه في ميعادها، ده اهم حاجه يا عيله. عشان كده هفضل مستمره على العروض، هفضل مستمره على الخصومات اللي موجوده على كرسي التخسيس واللي موجوده على كرسي العظام، وهفضل مستمره على الشحن المجان. معانا مين يا شباب؟ مي من كفر الشيخ، صباح الفل. صباح العسل، ازيك يا ميوش؟ يا دكتور عامله ايه؟ انا بخير يا حبيبه قلبي، اخبار كفر الشيخ ايه؟ بخير والله الحمد لله، تمت بخير حبيبه قلبي والله. انت عامله ايه؟ تمام يا روح قلبي. بتتابعيني من زمان يا مي؟ اه. من امتى كده؟ من وراء، من رمضان؟ اه ما شاء الله، رمضان اللي فات. انت من العيله بقى، دكتور شجره العيله. اه عامله ايه؟ انا كويسه يا روح قلبي. قولي لي يا مي، في سؤال او حاجه كنت عايز تساله لي؟ اه عندي سؤالين. قولي لي يا روح قلبي. انا اول حاجه جربتي بلندورا. جربتي بلندورا الشعر؟ اه، مجموعه الشعر. تمام، وجابت معايا نتيجه كويسه الحمد لله، وبشكرك جدا جدا على المنتج بتاعك الجميل زي كده يا روح قلبي، اللي جميله خالص. ربنا يخليك يا دكتور. انا عايزه، انا عندي سؤال كمان يا دكتور. قولي لي يا حبيبتي. عندي مرات اخويا لها بطن. مرات اخوكي؟ اه. اه عندها بطن لسه والده ولا ايه؟ لا، ده هي عندها ابن عنده 10 سنين وهي عنده 6 سنين. يعني البطن ممكن تكون جت بعد الولاده حتى لو إيه؟ 10 سنين. تقولي يا دكتوره؟ البطن يعني كبيره، كرش كبير. اه طيب تمام، ايه تاني يعني؟ هو بس الدهون في البطن؟ اه. وعندي كمان والدتي عندها رجليها وظهرها بيوجعوها. دي تاخد كرسي العظام فورا، هيبقى كويس، بس عندها الضغط يا دكتوره. مفيش مشكله بديها. ايه؟ مفيش مشكله عادي، انا بديها فيتامينات ومعادن وبديها اكسجين، هيخش داخل الخلايا وينسجم في الجسم والعظم. مش هيعمل حاجه في الضغط يعني؟ مفيش اي حاجه، مش هيعمل فيه اي حاجه نهائي، ملوش علاقه. امن. طيب. تماما. وكرسي التخسيس نفس الشيء عشان ننزل البطن، اي حد عنده كرش عنده بطن بس هي عنده مقاومه انسولين يا دكتوره. هي مش تخينه. ايا كان، اي حد عنده دهون في محيط الوسط هيكون عنده مقاومه انسولين، عشان نعالج مقاومه الانسولين لازم البطن تنزل حتى لو الكرش قد كده. والله النبي، مرات اخويا كان كرشها قد كده طلع عندها مقاومه انسولين، قعدت اقول لها تقول لي لا، ده ايه ده، ده انا الكرش لا شيء مش باين حاجه، في الاخر راحت حللت قالوا لها عندك مقاومه انسولين، بس كده. قلت يا ريتني اتراهمت معاها. الكلام ده حرام طبعا، الكلام ده حرام طبعا. قولي لي يا روح قلبي، ممكن تكلميني بعد الهوا؟
حاضر يا روح قلبي، حاضر يا ميوش، شكرا. عندي والله عندي مشاكل كتير يا روح قلبي، حاضر يا ميوش، شكرا جدا يا مي. العظام التخسيس مفيش منه أي مشكلة بالنسبة لي، الضغط مصر كلها عندها الضغط، بالنسبة لي السكر مفيش مشكلة نهائي 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 نهائي، التانية هو نهائي. طيب حبايبي تعالوا بسرعة عشان خاطر تبقوا عارفين، السيليكا موجودة في قشور السيليم، خلوا بالك قشور السيليم دي نبتة، ده مش اسم الكورس، ما يهمنيش اسم الكورس، اسم الكورس سبق قلت لكم ان شاء الله لو اسمه كورس عبد الشكور ما يهمنيش، اهم حاجه النبته الفعاله ايه، الجرسينيا، قشور الاسباجول، قشور الاسباجول دي بقى اللي مديانه السيليكا الحلوه، مديانه السيليكا الحلوه دي الاكسجين النشط اللي بيدخل ينشط كل انسجه وخلايا الجسم واورجانز جسمنا اعضاء جسمنا، سواء خدناه من حيث كبسولات وفوار العظم او خدناه من كبسولات وفوار التخسيس. يبقى احنا كده العظام كبسولات وفوار، وبيجي لك علبه المساج هديه اللي فيها البيورين عشان نلقم العظام ببعض، واربع كريمات هديه على قشور السيليم على كورس التخسيس، وبيجي لك لحد باب البيت مجانا، ما تدفعيش جنيه، اوعوا تدفعوا حاجه، اوعوا حد يضحك عليكم. طيب ده كورس الشهرين 45% في التخسيس واربع علب كريمات هديه، كورس الشهرين في العظام 45% برضو، وعلبتين كريم مساج، المساج ده غالي جدا على فكره عشان الماده اللي فيها الجينكو بلوبا هي اللي بتفرز هذه الماده البيورين، عشان بس تبقوا فاهمين الجينكو بلوبا دي عشبه هي اللي بتفرز الماده دي عشان خاطر لو المفصل فيه احتكاك او بعاد عن بعض ايه اللي هيقربهم تاني، لازم حاجه تلزق، حاجه بالبلدي كده تلزق قويه جدا جدا جدا، هي الماده دي ماده البيورين. طيب بروتينات جسمي، عايزه اكون عضل واحرق دهون من خلال الجرسينيا، الجرسينيا موجوده في كورس التخسيس، كورس التخسيس مش تخسيس وخلاص، لا ده معالج طبي لكل مشاكل، ها كل مشاكل ايه؟ الله ينور عليكم، القولون، مشاكل الجهاز الهضمي، واهم حاجه بيقوي حمض المعده. الله، ليه اهم حاجه؟ عشان لما مثلا اجي اخد كورس العظام عشان عايزه اشبع مفاصلي و بالاكسجين، طب المعده لو حمضها ضعيف الحاجات دي هتمتص ازاي؟ فكورس التخسيس بيقوي حمض المعده. في انهي ماده بقى اللي في كورس التخسيس اللي بتقوي حمض المعده؟ الكركمين بس، لا السيلينيوم واليود، وايه تاني؟ وفيتامين د، وايه تاني؟ فيتامين كاف 2، وايه تاني؟ ايه تاني يا عيله كنت قايله؟ معدن البرون، ده بيقوي حمض المعده. فايه اللي يحصل لما نيجي ناخد بقى اي فيتامينات اي معادن، حتى لو بتاخدي دواء الضغط بتاعك عايزاه يمتص كويس ويروق ويشتغل والماده الفعاله بتاعته تشتغل، لازم حمض المعده يكون كويس. فميزه كورس التخسيس ان هو بيحافظ على المعده وبيحل المشاكل دي وبيقوي حمض المعده عشان خاطر اي مواد فعاله داخله الجسم تمتص وتعمل وظيفتها، سواء باخد كورس العظام ومشي عليه، او سواء باخد اي ادويه تانية عندي اي امراض تانية، باخد مثلا دواء السكر او باخد دواء الضغط. سهله سهل. طيب انا كده خلصت حلقتي، ما تنسوش حبايب قلبي، والله انا كنت انا عيانه يعني، بس ما جيت عشان خاطركم، توحشوني والله قوي. طيب حبايبي الارقام معاكم بعد الحلقه ان شاء الله، ان شاء الله بكون برضو مع الفريق، اي استفسار كلموا الفريق فورا على الارقام اللي على الشاشه او ابعتوا لهم على الواتساب او على صفحاتنا، صفحه انا حواء دايموند. اشوفكم بامر الله، بامر الله اذا احياني ربنا، بكره الساعه 10 صباحا على الهواء مباشره على شاشه النهار، واعاده 6 صباحا، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب، السلام عليكم.